تحقيق الإسلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال واحد ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 2 تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. 3 قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله، آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. 4 العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، والحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، ووفقنا إلى حقيقة معرفة الجزء الثاني والعشرون من القرآن الكريم كما تحب وترضى. قضى الله ورسوله أمرا أن
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك
وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا
الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد أن اعمل سابغات وقدر في السر واعملوا صالحا أن اعمل سابغات وقدر في السر واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأله. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا
ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قدير. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قدير. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها
الله للبصير، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات، أروني ماذا خلقوا من الأرض، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم تسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيعد الجامع الصحيح للبخاري من أول ما صنف في الصحيح المجرد، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب، وقد تلقته الأمة بالقبول، وأجمع أهل العلم على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. قال ابن الصلاح وكتابهما أي البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. ثم قال: ثم إن البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فائدة. أقول: وقول ابن الصلاح هذا في تقديم البخاري على مسلم هو قول الجمهور، وذلك لاشتراطه بعض الشروط التي لم تتوافر في صحيح مسلم، من ذلك أنه لا يعطي العتعتة حكم الاتصال، لا يعطي العتعتة حكم الاتصال إلا إذا ثبت اجتماع المتعتة لشيخه ولو مرة. أما مسلم فيكتفي بشرط المعاصرة وإن لم يثبت اجتماعه. ومن ذلك أيضا أنه يخرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاء، ومسلم يخرجها أصولا. هذا فضلا على أن المتكلم فيه ممن انفرد البخاري بالإخراج عنه بالإخراج له، هذا فضلا على أن المتكلم فيه ممن انفرد البخاري بالإخراج لهم أقل من نظرائهم عند مسلم، كما أنه لم يكثر من التخريج لهؤلاء المتكلم فيهم ممن انفرد به، باستثناء كلمة عن ابن عباس بخلاف مسلم، كما أن هؤلاء المتكلم فيهم من رجال البخاري أكثرهم من شيوخه، ومثلهم فهو أعرف بحديثهم وأقدر على تمييزه من غيره. وأخيرا، فإن الأحاديث الملتقطة عند البخاري هي أقل بكثير عنها عند مسلم، ومن هنا كانت قواعد البخاري في جمع الحديث أدق وأوثق. قال النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم: وهذا الذي ذكرناه من ترجيح البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان، الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان. فمن أجل قيمة هذا الكتاب الأهمية والفائدة التي ترجى منه، وحرصا على نشر علوم الشريعة الإسلامية في الوقت الذي تتكالب فيه الأمم على أمتنا، وقبل هذا كله رغبة في نيل الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، كان هذا العمل الذي نقدمه للأمة المسلمة في ثوب وشيب وصورة جميلة، داعين المولى عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. آمين. هذه الطبعة تتميز، هذه الطبعة التي بين يديك أخي المسلم بمميزات عدة نذكرها فيما يلي: أولا، أنها جمع صحيح البخاري كاملا في مجلد واحد، تيسيرا لمن أراد اقتناء هذا السحر الإسلامي الجليل من كتب السنة. ثانيا، جاءت طبعتنا اللي هي الطبعة دار الغد الجديد للطبع والنشر. هذه الطبعة دار الغد الجديد للطبع والنشر.
حرصا على ان تخرج هذه الطبعه مشهوره شكلا كاملا، مما يسهل للعامه في ضبط النص وقراءته قراءه صحيحه. رابعا، اشرنا في طبعتنا هذه الى الاحاديث التي اتفق عليها الشيخان، وقلنا في اخر كل حديث متفق عليه بذكر رقم الحديث في مسلم. خامسا، قمنا بذكر فهرس كامل في اخر الكتاب شمل جميع الكتب والاوراق. وبعد، فندعو الله تبارك وتعالى ان يجزي كل من اسهم في اخراج هذا العمل الجليل بهذه السوره الحسنه، جمعا وضبطا وطباعه ونشرا وتوزيعا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ابو خالد احمد بن عبد المتين تاني. ذلك الليل مقدمه. يبقى الكتب موجوده ومصنفه، وعلينا ان نثق على الله سبحانه وتعالى الذي انزله في القران بالحق. اقرا باسم ربك الذي اقرا باسم ربك الذي خلق. ترجمه ابو عبد الله البخاري 94 و100 الى 56 و200 من الهجره. هو ابو عبد الله محمد بن ابي الحسن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره ابن بردزيه البخاري، مولدا ووطنا الجعفي نسبا بالولاده. ولد رحمه الله تعالى يوم الجمعه 13 ليله خلق من شوال سنه 94 و100 من الهجره، وهذا ما يرويه معاصروه في تحديد مولده. ويذكر المستنير ابن عتيق ان البخاري اخرج له هذا التاريخ مكتوبا بخط والده اسماعيل. وقد كان مولده رحمه الله ببخارى التي استوطنها جده المغيره بعد اسلامه، وهي مدينه كبيره من بلاد التركستان، من بلاد التركستان على المجرى الاسفل لنهر زرقستان. وقد نشا البخاري رحمه الله في بيت علم وورع، فكان ابوه عالما جليلا سمع من حماد بن يزيد والإمام مالك، وروى عنه العراقيون، وذكر له ابن حبان ترجمة في كتاب الفقار، ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن إسحاق بن أحمد بن خلف أنه سمع البخاري يقول: سمع أبي من مالك بن أنس ورأى حماد بن يزيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. وقد كانت أمه رحمها الله على شاكلة زوجها في الصلاح والورع، حتى عدها الكثير من المؤرخين من أهل الفرامات، فذكر عنجار في تاريخ بخارى ولا الكافي في باب كرامات الأولياء من شرح السنة، يذكر أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره، فرأت أمه الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم في منامها، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره نبوغي. وقد ظهر نبوغه منذ الصغر وهو يخطو خطواته الاولى الى الكتاب، فرزقه الله سبحانه وتعالى قلبا واعيا وحافظه قويه وذهنا حادا، والهم حفظ الحديث وأخذ منه بحظ كبير، فلم يكن قد بلغ من عمره العاشرة حتى صار يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده، فأخذ عنهم وصار يراجعهم ويناقشهم، وما أن بلغ 16 من عمره حتى حفظ كتب ابن المبارك ووكيع، وعرف كلام أهل الرأي وأصولهم ومذهبهم ارتحاله لطلب العلم. وقد ضرب الإمام البخاري المثل والقدوة في الارتحال والسفر لطلب العلم، حتى أنه قال: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. وقد أنا أتكلم عن إيه؟ شيوخي. وقد أتاحت له رحلاته الكثيرة هذه لقاء الكثير من الشيوخ والأخذ عنه، حتى روي عنه أنه قال: كتبت عن 1080 رجلا
ليس فيهم إلا صاحب حديث، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. ومن أعيان شيوخه علي بن المدينين وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن يوسف الغريابي ومحمد بن يوسف الفريابي وغيرهم. أما شيوخه الذين خرج عنهم في الصحيحين فعددهم 89 شيخا. تلاميذه، وقد تلقى عنه. أما شيوخه الذين خرج عنهم في الصحيحين فعددهم 89 شيخا. تلاميذه، وقد تلقى عنه الصحيح خلق كثير لا يحصى عددهم، حتى قيل إنه سمع منه الصحيح 90,000 من أعيانهم مسلم بن الحجاج والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن أبي داود وغيرهم. مؤلفاته رحمه الله للإمام البخاري رحمه الله مؤلفات كثيرة، أشهرها 1 الجامع الصحيح، 2 الأدب المفرد، 3 التاريخ الصغير، 4 التاريخ الأوسط، 5 التاريخ الكبير، 6 التفسير الكبير، 7 المسند الكبير، 8 كتاب العلم، 9 كتاب الكنن، 10 أسامي الصحابة، 11 رفع اليدين في الصلاة، 12 بر الوالدين، 13 كتاب الأشربة، 14 كتاب الضعفاء. وفاته رحمه الله، كانت وفاته رحمه الله ليلة عيد الفطر 56 و200 عن 62 سنة إلا 13 يوما. وكان أوصى قبل وفاته أن يكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عناب، ودفن بعد ظهر يوم عيد الفطر بعد حياة حافلة بالسفر والترحال وخدمة الإسلام والذب عن السنة النبوية المطهرة رحمه الله. رحمه الله من الخير رحمة واسعة من الله. أنا أقرأ عن كتابي بدء الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى أمين. 1 باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ من كتاب حياة الصحابة للعلامة الشيخ محمد بن يوسف الكندهلوي، تحقيق الدكتور عبد الباري محمد الطاهر وأحمد عبد الفتاح تمام، قناة فار السلامة. حياة الصحابة للعلامة الشيخ محمد يوسف الكندهلوي 35 و300 ألف من الهجرة إلى 84 و300 ألف من الهجرة. تحقيق الدكتور عبد الباري محمد الطاهر وأحمد عبد الفتاح تمام، الطبعة الثالثة لسنة 31 و400 ألف من الهجرة والسنة العاشرة بعد 2000 من الميلاد. مقدمة هذه الطبعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فمما لا شك فيه أن الصحابة الكرام هم صفوة رجال الأمة وخلاصة أبنائها وزبدة حبها،
مبادئ الدين والأخلاق القرآنية وتجسدت في أفعالهم مبادئ الدين وأخلاق القرآن. حملوا الإسلام بين جوانبهم، حملوا الإسلام بين جوارحهم، لا يصدهم عن الذود عنه أذى واعتداء أو وعيد واعتداء. هاجروا الهجرتين محتسبين عناء السفر ومشقة الطريق وفراق الأهل وترك الأوطان، وشهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاضوا المعارك يرهبون عدو الله وعدوهم حتى فتحت مكة ودانت الجزيرة العربية وترددت في آفاقها كلمة التوحيد. ثم حملوا الرسالة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصقاع الأرض فأشرقت بنور ربها وساعد الناس بهذا الدين. وهم متفاوتون في المكانة والتقدير، متباينون في السابقة والمنزلة، فمنهم من تقدم بإسلامه، ومنهم من حظي بالهجرتين، ومنهم من شهد بدرا وأحدا، ومنهم من حضر بيعة رضوان، ومنهم من أسلم عام الفتح، غير أن
وفقنا الى حقيقه العهد كما تحب ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وفقنا الى حقيقه الاحسان كما تحب ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وفقنا الى حقيقه الاحسان المسيء كما تحب ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وفقنا الى حقيقه معامله المسيء كانه ولي حميم كما تحب ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وفقنا الى حقيقه قراءه القران الكريم حتى هو الشريف كما تحب ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وفقنا الى حقيقه حفظ القران الكريم وحديث النبوي الشريف كما تحب ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وفقنا الى حقيقه معرفه تجويد القران ومعرفه اهل المصطلح الحديث كما تحب ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وفقنا الى حقيقه معرفه اهل اصول الفقه وعلوم اللغه العربيه وعلوم القران الكريم كما تحب ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى. وفقنا الى حقيقه معرفه تفسير القران.